عايز اتفق معاك قول لي في صح، حاجه، قول لي صح او غلط. صح عايز اتفق معاك في اتفاق، بس عشان نتفق هتعمل نبقى ايه الشغل. انا بتكلم معاك بالراحه والله، انا كمان وبحبك بالراحه، انا بس عايز اجابه واحده. هتفضل تقول لي رجعنا بقى ورحنا وعملنا، لا خليك بالراحه كده واسمع الكلام عشان نطلع لك الموضوع صح. اتفضل يا دكتور. تمام، احنا حضرتك الكلام ده تم فيه فعلا مباراه لايبيريا. تمام، تمام. جانا القرار الوزاري. هو القرار الوزاري ده حضرتك بيتسلق مثلا؟ اكيد قبلها بكام يوم، بس طلع اثناء الفتره دي، فهمتني؟ طلع. انا بقى حضرتك لا الام ان القرار الوزاري طلع، انا اول ما طلع القرار الوزاري قلت بسرعه يلا يا احمد يا رفعت مبروك، فاهمني؟ مش انا كشخص، انا كنادي، تمام. فاهمني؟ وطلع احمد رفعت في كامل تعزيزه وكامل قيمته، لدرجه ان هو راح بطياره خاصه من البلد الى الامارات. تمام. البلد دي اللي هي يعني غانا انت مش كده؟ وتقدر بقى غانا ليبيريا الحته اللي مش كانوا فيها ليبيريا، تفرق. البلد دي غانا مش كده؟ تفرق فيها يعني. قول لي انت. لمن يريد ان تفرق معاه من طب غانا مش انا كده؟ بسالك انت يا هاني، قول لي لانه تفرق. تصريح السفر كان انت اللي متجه، قلت تفرق. اقول لحضرتك ليه؟ لانه تصريح السفر كان انه متجه الى ليبيريا، ايوه مظبوط. لم يصل الى ليبيريا، ثانية بينما واحدة كان حضرتك، في ترانزيت في غانا، تحرك إلى ثانية الإمارات. ليه ثانية ما واحدة راحش حضرتك، ليبيريا؟ ثانية واحدة اتفضل. ثانية واحدة حضرتك جاله الموافقة وهو في غانا، تمام؟ وهو رايح ليبيريا يلعب ماتش، وكده كده الماتش ده كان تقريبا مش هيلعبه. لأنه كان جميل؟ موقوف. كما تمام. ليه فهو سافر ما خد دام موقوف؟ يا فندم، احنا اصلا الفرقة عندنا ليها نظام، احنا بنحب جدا ناخد الناس معانا الكبار. يعني مثلا انا حضرتك عندي ماتش معايا جنش لعيب كبير، اخده ولا ما اخدوش معايا كابتن فرقه؟ احمد رفعت كابتن كبير يا جنش كان في هاني. السفرية دي يا دكتور؟ لا انا مش، انا ما كنتش حاضر بقى الاسماء يا هاني، ما تقعدش تخش لي في الحكايات كده، انا بكمل معاك الورق، خلينا في الورق تمام عشان تعرف الناس تعرف الورق ايه. انت النهارده طلعته الى الامارات معزز مكرم، كان فرحان وهو طالع، ونادر كان فرحان، والدليل على كده يا هاني ان نادر عنده العلم بكل شيء، لان العقد الثلاثي اللي معمول مع فرقه الوحده اللي انا ممكن ابعت لك منه نسخه، شوف اكتر من كده حاجه، ابعت لك منه نسخه، ماضي فيه نادر شوقي كشاهد. يبقى كده هو كان يعرف ومبارك ومخضره ومتروقه وجاله الفلوس ولا ما جاتش؟ الله كله تمام، كل الناس شافت الحاجه الحلوه والفلوس الخضرة جميله. ده مش عيب يا هاني، ده مش عيب، مش عيب ان انا ادور على مصلحه لعيبي، مش عيب ان انا ادور كشخص ان انا اجيب زياده. انا يا اخي لو جالي عرض بمليون دولار يا ريت، فاهمني؟ انا بهرج طبعا، بس ايه، انا بقول لك مش عيب، مش حاجه عيب، ولا تقل من احمد ولا تقل من نادر ولا تقل مني انا كنادي اني دخل لي نص مليون، ده ما يقلش من حد. هنا خالص. السؤال بقى، ما هو الخطا هنا انه طلع من غانا او من ليبيريا؟ ده ما فيش حاجه. بعد ما طلع القرار الوزاري في غانا، حلو، فهنا الحق يا رفعت طياره خاصه بسرعه قبل ما تروح ليبيريا، روح على الامارات. طلع معاه في ساعتها تصريح السفر تصريح السفر بتاع ايه؟ بتاع ان اللاعب مسافر 3 شهور، هاني مش سفرية ماتش ويرجع. هاني هاني، انت اكيد سافرت بره كتير صح؟ مظبوط. انت وانت في فرنسا، وانت في فرنسا ورايح ايطاليا بتقدم تصريح سفر؟ انا دلوقتي مش على قوة تجنيد. لا ثانية واحدة، لو انت على قوة التجنيد كنت حضرتك بيجيب لي في مطار، طبعا تصريح سفر. مين اللي بيجيب؟ انا بجيب من الهايك ستيب تصريح سفر ان انا في وانت جندي مؤجل، ان انا عندي تأجيل من معقول؟ الجيش. معقول يا هاني انت ما سمعتنيش بقول ايه؟ اتفضل. معقول عشان للدرجات دي؟ اتفضل اتفضل، لا قولها مفيش تاني. حركة طيب تاني. قولها تاني. تاني هقول، قولها تاني. انا دلوقتي طلعت من مصر بتصريح السفر، حلو، رحت الى لندن، جيت وانا في لندن جات لي الفيزا اروح فرنسا، هقول لهم فين تصريح السفر في مطار هيسرو؟ لا. حلو جميل، اتفقنا. يبقى حضرتك هو التحرك الثاني لا يحتاج تصريح سفر. هي دي بقى النقطة يا هاني اللي عاملة الخلاف كله، اللي هي ايه؟ لا مين انا اللي اللي اعرفه عمل يا الخطأ؟ دكتور، معلش بس
طب انت هتديني فرصة طبعا ده، بس في النقطة دي لازم بتناقش مع حضرتك. انا اللي خلاص اعرفه في النقطة قول. دي انه الجندي اللي موجود ضمن البعثة لما ايوه بيكون واخد تصريح انه مسافر بلد معينة، بيستناه الملحق العسكري علشان يبلغ بان اللاعب ده او الجندي ده وصل. فبالتالي أكيد أكيد. احمد رفعت كان المفروض يكون في ليبيريا بما انه القرار طالع له بليبيريا. إيه ده إيه ده إيه ده الكلام ده؟ دي إيه انا الكلام دي اللي أنت حاجة بتقوله ده؟ اعرفها جدا، لا لا مش الكلام ده خالص، لانه الكلام ده جندي، لانه مش مؤجل، مش موجود. مش لا 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 معفى، ثانية واحدة ده ثانية واحدة. جندي مجند. أنا تجنيد إديت تصريح بالسفر أروح أتابع التصريح في لندن. إيه التأليفة دي يا هاني دي؟ دي مش تأليفة تأليفة، هو عالية مسافر. أوي. ما هو التصريح طالع انه ليبيريا يعني يا دكتور. انا عايز اقول لك حاجه، دي اتفضل. حاجه عاليه، ده يعني بقى بصراحه فكره عاليه قوي، انا ما شفتهاش قبل كده. بس بص خلي بالك، ما هو ده اللي بيودي الدنيا في داهيه، الافكار العاليه دي يعني والله العظيم، لان بتبقى مش عارفين وبنقول، فالناس بتمشي ورا الكلام ده. لما يكون واحد زيك مصدق، لان انت راجل مصدق اعلاميا، فلما تقول انت جمله زي دي وتتاخد تبقى كارثه، كارثه مش لحاجه، كارثه انك انت مش عارفها. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها كده تصريح السفر يا هاني. لما بيطلع انت خلاص طلعت بره، وكمان انت طالع مع فريق ونادي. هنا بقى السؤال حضرتك، النهارده في قرار وزاري تاني طلع، والقرار الوزاري ده معاك خلاص، انك انت خدت 3 اشهر في الامارات. هنا بقى حضرتك لازم تسال انت بقى الحته المهمه، طب هو كده هيبقى موقفه من الجيش ايه؟ ده بقى الجزء الثاني، لما بتبقى البني ادم مش موجود في مصر وتيجي تجدد له التصريح بتاعه، بتجدده له ازاي؟ النادي بيروح للتجنيد؟ لا، بيجدد عن طريق الوزاره. الوزاره مفيش حد يهاني من حقه مخبط القوات المسلحه غير الوزارات مع بعض. فاهمها دي؟ مظبوط. فالوزاره بعتت جواب، خطاب رسمي موجه للأمانة، بتقول له فيه قرارنا بقرار وزاري مد فلان الفلاني من 10/10 إلى 10/1. وده كان يوم ايه الطلب، طلب القرار الوزاري؟ ده أنت ما عندكش الخطاب ده؟ مع أنا ال بعته لك النهارده. تاريخه كان ايه؟ بتظهره. تاريخه كان ايه؟ ما هو لازم تاريخه يطلع، عارف إمتى يا هاني؟ قبل ما تنتهي المدة بتاعت مفهوم 10/10 بتاعت مفهوم ليبيريا. مفهوم لانه لو انتهت المده يبقى الولد لازم يرجع مصر مظبوط. يبقى قبل يوم قبل 10، المده قبل 10 اكتوبر. بالظبط. طب فالوزاره عملت دورها، ايوه احنا عملنا دورنا، تمام. القصه ان في غلط اجرائي لازم يتصلح في مصر، لان هو ده اللي عمل المصيبه دي كلها. وهو ايه؟ ان انا بعت للتاني للقوات المسلحه، القوات المسلحه لها رايها، تمام. بس رايها النهارده في الحاله دي في لاعب بره بقى متاخر، انما هي لها رايها وكيانها، فبالتالي كان لازم هو هي ليها رأيها ولا قرارها؟ رايها وقرارها. طبعا هي رأيها سيده قرارها قرارها قرارها. هنا قرارها. بقى ايه؟ بص يا هاني، اتفضل. هنا بقى حضرتك المفروض ان نغير السيستم. السيستم ما يبقاش القرار الوزاري يصدر الا ما بعد التجنيد يقول اوكي، حتى للاعب اللي بره. يعني انا ما اطلعش كوزاره قرار وزاري الا بعد ما التجنيد يقول لي طيب اوكي، ده لان هي دي بننشده، المشكله. ثانيه لكنه مش هو الوضع ثانيه القائم. الوضع القائم ما هو ليه ما تعاملناش معاه طبقا للوضع القائم؟ ما هو المصيبه اللي حصلت بقى هنا فين؟ ان الوزاره خلاص احنا عملنا دورنا كنادي، والوزاره عملت دورها كوزاره وبعتت لمين؟ القوات المسلحه. هنا القوات المسلحه ايوه لها الحق، ولها هي اللي تقول الكلام. راحت القوات المسلحه رفضت. ليه سافرنا ما دام رفضت؟ وتاني بقول لك الكلام ده اترفض، والولد بيلعب في الدوري هناك. ليه؟ يعني مش فاهم ليه؟ يعني احنا ليه نعرف. سافر؟ احنا لسه بنطلب، احنا لسه ثانيه بنطلب، واحده، ما قالولناش اوكي، ما قالولناش ماشي، ما قالولناش انا سافر. هبسطك اكتر، ده انا اتفضل. هبسطك اكتر. انت فاكر ان الوزاره ان الرد بتاع وزاره الدفاع جه قبل ما الولد يسافر من ليبيريا او غانا؟ يعني ده جه بعدين، ده جه بقى والولد بيلعب في الدوري. ده رد، ده يا راجل الرفض، ها ده الرفض. ثانيه واحده بقى، ده لسه في احلى. هل نادي مودرن جاله خطاب
موجه من الوزاره بيقول رجعوا اللاعب، لانه هذا اللاعب اترفض القرار بتاعه بتاع الاعاشه او وات ايفر، ما حصلش. ما هو طبيعي هيبعت للجندي نفسه. لا ما بعتش للجندي يا باشا، انا لازم ابعت للنادي اللي انا مطلع له قرار وزاري. تمام. فما جاليش، ما جاليش اي ورقه. ايه تفسيرك انه ما جالكش؟ الله اعلم، ممكن نقول مثلا يعني ما اعرفش موظف بتاع حكايه ولا اي ولو حاجه. كان اللاعب اتوافق على انه يسافر كان برضه هيجي للنادي ولا كان هيجي للاعب؟ لا حضرتك، مفيش حاجه هتيجي للاعب. لازم يا استاذ هاني، اللي بيخاطب الوزاره النادي، مفيش لاعب بيخاطب وزاره الرياضه يا استاذ هاني، ما ينفعش الكلام ده. مفهوم. انا بتكلم على تصريح السفر ده، انت استاذ يا استاذ هاني، ما ينفعش كده والله العظيم. تصريح السفر ده حضرتك، تصريح السفر اللي بيعمله هو النادي في المرحله الاولى، لما يكون سوري في الجثه موجوده، البني ادم موجود، احنا نعمله. اما لو اللاعب بره، دي الوزاره بتعمله. وانا بعت لك الخطاب الموجه من الوزاره انها ادت دورها وبعتت الخطاب. تمام. ولكن سافر اللاعب قبل الحصول على موافقه الجهه اللي هو مجند فيها، ودي الغلطه الاساسيه في القصه كلها. يا عم هاني، انت مصمم تحط حاجه غلط في بق الناس. بقول لك اللاعب كان بيلعب في الدوري قبل ما يجي الرفض. اني دوري؟ كان بيلعب دوري في الدوري المصري. هناك، الدوري المصري الاماراتي. الاماراتي. طيب ما هو سافر الامارات اصلا نفسها من غير ما ياخد موافقه يا دكتور. لا يا باشا، انا مش ما بياخدش موافقه، هو اللي بتيجي من وزاره الدفاع. عايز تعرف انت مصمم انك انت تطلع معلومه مش صحيحه. بقول لك احنا ما لناش علاقه بالموافقه، الموافقه دي بين